إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن العين. احنا اتكلمنا امبارح عن الحسد، وهو معناه تمني زوال نعمة الغير. الغبطة معناها أن يكون عندك، أن أنت تتمنى أن يكون عندك مثل النعمة بس لا تتمنى زوالها من عند صاحبها. احنا النهاردة نتكلم عن العين. العين دي تختلف عن الحسد، يعني لما نقول واحد أصابته عين غير لما نقول واحد اتحسد. إيه الفرق؟ خلي بالك اللي احنا كنا نتكلم عنه اللي هو الحاسد بتاع امبارح ده، الحاسد ممكن يحسد سواء كان موجود أو غير موجود. خطير، احنا كنا نتكلم عن واحد خطير سفاح، فإيه اللي يحصل؟ ممكن يبقى قاعد يتحكى له الحاجة يحسد وهو من محافظة لمحافظة، ممكن من دولة لدولة. يعني خطير، مش شرط ان هو لازم يكون قاعد وقدامه الحاجة، عشان برضه الموضوع يبقى واضح، مش شرط ان هو يبقى قدامه الحاجة فهو يحسدها، لا، ممكن واحد يقعد يقول له فلان الفلاني عمل كذا وأعجب كذا وكذا، فإيه؟ فيقوم باعت له الإيه؟ السهم، قضي الأمر. ده حاسد. إنما العائن مفيش في قلبه حاجة. خلي بالك، أنت ممكن أي واحد فينا يعين، يعني يدي عين، يعني اقعد يا ابني، أي واحد فينا صغير كبير امرأة بنته صغيرة أي حد يستطيع إن هو يعين. يعني إيه يعين بقى؟ العين دي، العين دي مأخوذة من إيه؟ من أنت بتشوف حاجة، فيحصل بعد ما تشوفها تعجب بها، يحصل إيه؟ إعجاب. فلما أنت تعجب بالحاجة دي، لأن خلي بالك أنت لما بتعجب بالحاجة إن أنت مركز معاها، إن أنت إيه؟ قاعد مركز مع الحاجة، فأنت تعجب بها فأنت تعينها. خطيرة. خلي بالك إن أنت ممكن تعين نفسك أنت شخصيا، إن أنت ممكن تعين ابنك أو بنتك أو زوجتك، أو أنت دخلت اللي عندك مثلا بهائم في الدوار أو حاجة من دي، ممكن أنت تدخل تعجب، يعني في الله واقف قدام مثلا البقرة عندك أو الجاموسة أو كلام من ده، وأنت تبص لها، أنت صاحبها. أنا بكلمك على حاجة خطيرة، يعني مش حاجة، مش محتاجين واحد يجي من بره عشان يعين الحاجة، لا، ممكن أنت تكون خطير وإن أنت كل ما تدخل الدوار تعين البهائم بتاعتك. فعايزين بقى ورقية شرعية والناس اتبهدلت؟ لا، أنت ممكن أنت الخطير، خلي بالك. فيحصل إيه؟ فيقوم الإنسان يعجب بالحاجة، الحاجة دي ممكن تبقى ملكه، ممكن تبقى نفسه، يعني أنت تقف قدام المراية كده وتلاقيك مفتول العضلات وشكلك حلو، مش تلاقي تبص كده نفسك تعجب بنفسك، فيه صح؟ بيحصل كده، فتعجب بنفسك، خلي بالك ده واحد أو واحدة، فيعين نفسه، يعين ابنه، لما يشوف ابنه شكله حلو كده وبنته شكلها حلو قوم عطله العين، وهو ابنه، هو مش قصده، بس هي جت فين؟ العين راحت على طول. أنا بكلمكم عن موضوع خطير، خطير، لأن ما هوش الموضوع، ما هوش هنا بقى في القلب. الحاسد بتاع امبارح فين؟ هنا، ده والع القلب، إنما ده شغال تبع مين؟ النظر. طيب احنا ايه اللي يحصل لما انت تعجب بحاجه؟ اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. انت لو انت اعجبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من راى شيئا اعجبه من نفسه او الواحد او من ماله، المال بتاعه او من ولده، اي حاجه بقى موجوده معاه، فليبارك فيه.
كان في النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في مرة ومعاه مجموعة من الصحابة، وكان واحد كان أبيض ويعني جميل، فواحد شافه وهو يعني كشف جزء من جسده فشاف لقى لونه أبيض، فقال كلام ثناء عليه، يعني إن الحاجة دي يعني عظيمة، إن أنت شكلك حلو جدا. طلع ايه؟ وقع على الأرض، ما عادش قادر يرفع راسه من على الأرض خالص. ده حصل. فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله الحقنا خلاص، من فلان ما عادش قادر يرفع دماغه من على الأرض، يعني زي ما يكون ضربه ايه؟ رصاصة، أم واقع كده على طول. ما هي دي العين، العين كده رصاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتوا بتتهموا حد؟ قالوا فلان فلان، لأنه قال له مباشر. هو خلي بالك أنت، العين دي ممكن واحد يبقى قاعد مركز في الحاجة وادالك العين، بس أنت ما أنتش قادر تقول له: يا فلان أنت اللي اديت لي العين، مش قادر. إنما في واحد تاني أصابك بعين مباشرة، قال لك: أنت جميل، انهارت على طول. او قال لك البقره دي مش عارف كذا، قامت البقره مجالها مش عارف، دي اسمها عين مباشره جدا. فانت عارف فلان فلان ده، فقالوا له: يا رسول الله فلان. فجابه اغتسل يعني بايده ووجهه وبعض الاجزاء اللي هي بتاعت الجسد دي، والميه اللي نازله منه دي غسلوا بها، يعني حدفوه عليه. فقام كانه ليس به شيء، يعني في العين دي، ده من العلاج بتاعها، ان انت لو واحد اصاب واحد بعين مباشره احنا بنامره ان هو يغتسل ونجيب الغسل بتاعه ده اللي هي الميه اللي نازله منه دي ونحطها على الشخص اللي مصاب بالعين، يبرا باذن الله. وال لا، لو اصابه مباشره هتقدر تجيب مباشر، هتبقى صعبه. انا عارف. طيب الحاجة الثانية، إن أنا زي ما قلت لك فليبارك، أول ما حاجة تعجبك دخلت على الأرض بتاعتك لقيت شوية الغلة شكلهم حلو، قوم قال إيه؟ اللهم بارك. ما أنت هتقعد تبص في الغلة ولا في البنجر ولا في مش عارف إيه، تقوم مدمره. يعني واخدين بالكم الموضوع خطير، يعني أنت المفروض تمشي، رحت البيت شفت ابنك كويس اللهم بارك، شو كده؟ يعني إحنا ده اللي إحنا عايزين نتعلمه: من رأى منكم شيئا من نفسه أو من ماله أو من ولده فليبارك فيه.